الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله احنا بصراحة مستائين جدا 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 بقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب ملعب مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. كل الجمهور الاهلي او كل مصر عامة دلوقتي زعلانين ومتضايقين عشان الظلم اللي بيحصل. وطبعا الاهلي اتظلم في كذا حاجه في السنه اللي فاتت دي او من سنتين كده، وكل حاجه ظلم 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 ظلم. اتظلم في كاس العالم للانديه لما الاتحاد الافريقي والاتحاد الاتحاد الدولي جاب بطوله امم افريقيا مع بطوله كاس العالم للانديه، وطبعا لعيبه الاهلي كانت بتلعب مع المنتخب في بطوله افريقيا. راحوا لعيبه الاهلي، بس الحمد لله هم راحوا وشرفونا. هم كان يعني مش يعني تلتين اللعيبه بتوع الاهلي كان منهم اللي في بطوله افريقيا، ومنهم اللي كان مصاب، وخدوا راحوا بالفريق. يعتبر معظمه كان صغيرين وكان شباب ولعبوا وحققوا نتائج والحمد لله. يعني الاهلي نازلين ظلم 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 على الاهلي. اول حاجه قالوا ان بطوله ان نهائي النهائي بتاع امم افريقيا هيكون في ارض محايده، صح؟ دلوقتي رجعوا يقولوا لك لا، المغرب هيبقى في المغرب، ومع انه في فريق من المغرب موجود معانا هيبقى احتمال كبير يبقى موجود في النهائي بنسبه 90% موجود في النهائي. ازاي مثلا؟ يعني احنا عندنا اربع فرق، عندنا اربع فرق في النهائي اللي هم في المربع الذهبي. المفروض النهائي ما يكونش في اي دوله منهم. ليه الاتحاد المصري بتاعنا مثلا ما اتحركش وما اتكلمش ولا قال اي حاجه ولا قال ولا طلب ان البطوله تكون في مصر؟ يقول لك اصل احنا عشان خاطر الاهلي موجود في المربع ما ينفعش نتكلم ولا نقول يبقى البطوله عند النهائي البطوله عندنا. طب ما هو هذا المغرب اهم مشوا وظبطوها مع الاتحاد الافريقي، وده كله يدل على ان الاتحاد الافريقي اصلا اتحاد مرتشي واتحاد ظالم. لانه طبعا كان قبل كده في ماتش النهائي اللي كان قبل كده بتاع المغرب قال لك احنا ان شاء الله نوعد الفريق الوداد ان هم يبقى لهم البطوله السنه اللي جايه. بس ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها، ومن بعد كده الوداد ما وصلش للنهائي. ودلوقتي الوداد عشان وصل للنهائي قال لك خلاص يبقى ايه، ننفذ لهم الوعد بتاعهم او كده. فين الاتحاد المصري لكرة القدم؟ فينه؟ فينه من الحاجات اللي بتحصل دي؟ فينه يعني ما اتحركش ليه؟ الناس تسأله مثلا، احنا سمعنا ان الناس لما بتيجي تسأله تقول له الاتحاد المصري ما اتحركش ليه؟ يقول لك علشان خاطر احنا كنا مشغولين بمباراة مصر والسنغال. طب مباراة مصر والسنغال راحت وخلصت، وانتم الاول خالص ما اتكلمتوش في مباراة مصر والسنغال، وانتوا بالاول خالص اتكلمتوا يعني نفضتوا كل حاجه، ولا بتساندوا الاهلي في اي حاجه، ولا في اي يا ولا بيدعموا الاهلي في اي حاجه، ولا اكنهم ضد الاهلي. ما نعرفش ليه. بس برضك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي لو لعب فين هيفوز بالبطوله، وان شاء الله البطوله هيبقى اهلاويه وال11 عشر ان شاء الله بتوقيت الاهلي، رغما عن الاتحاد المصري ورغما عن الاتحاد الافريقي ورغما عن اي حد. ان شاء الله الاهلي بمن حضر، سواء في اي يعني سواء في المغرب سواء في السنغال سواء في جنوب افريقيا سواء في اي مكان. الاهلي فريق رجاله وبيظهر معدن اللاعب الاهلي وقت الشده ووقت لما بيكون في عداوه، ولا في يعني مش عداوه، هي كره القدم ما فيهاش عداوه، يعني لما يبقى في تحدي بتلاقيهم ظاهرين. ايوه اتكلم قول لك اي حاجه انت كده. لو هو مش يعني هو برضه هو يعني هي حاجه عشان بعد كده بعد مثلا ما نخسر ما نقولش لا احنا كان الملعب وكده، بس هو عادي الاهلي بيلعب في اي مكان وكده. بس برضو يعني هم مش الملعب، الجمهور. يعني انت دلوقتي الجمهور يعني انت دلوقتي هتلعب في مصر، يبقى الجمهور المصري هيبقى مع الاهلي، فهيبقى كده في ضغط من يعني الحكم. حتى لما بعد كده لما بيحصل اي مشكله تلاقيه مثلا يقول لك اصل الجمهور، او الناس بتقول لك اصل ضجه الجمهور ممكن تاثر على الحكم وما تاثرش على الحكم. طب ما الاهلي في الترجي قبل كده خسر البطوله برضك بسبب الجمهور، فاكر السنه خسر البطوله بسبب الجمهور. في كذا مكان بتلاقي الجمهور اللي احنا بنروحه مثلا او في دول شمال افريقيا كلها عامه هم اخواتنا وكل حاجه وزي الفل، بس طبعا في وقت الماتش بتلاقيهم ضدنا زي ما يكون الاهلي ده مش عارف ايه.
فطبعا هو المفروض والصح وبدون ظلم عشان خاطر الناس يبقى ماشيه بالعدل، المفروض الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري يتحركوا ويوقفوا المهازل اللي بتحصل دي، لان الاهلي طبعا هو الاهلي هيقدم شكوى، عرفنا انه هيقدم شكوى وهيتحرك، بس كمان الاهلي بحضر نفسه انه هيلعب في المغرب. يعني هو الاهلي ممكن يكون دلوقتي ماشي في اتجاه ان هو يقدم شكوى ويقدم ان هو مش يعني. الاهلي بس المفروض ده المفروض التلات انديه، ما قال لك ان الاربع فرق التانية او التلات فرق التانية كلهم مستائين من اللي بيحصل ده، لان طبعا كان قايلين ان المباراه هتكون يا اما في السنغال يا اما في جنوب افريقيا. جم دلوقتي المغرب طبعا في طرف في النهائي ووافقوا ازاي، وجايب لك النهارده كان جايب لك تصريح ان النهارده رئيس الاتحاد الافريقي يقدم تحقيق او يطلب تحقيق في اللي حصل. طب هم هيحصل حاجه من غير ما انت تبقى عارف؟ مش عارف. يعني هو دلوقتي اللي هم هيختاروا كده مثلا الملعب من غير ما رئيس الاتحاد الافريقي هيكون عارف او من غير ما ياشر عليها؟ ازاي اللي بيحصل؟ يعني هو حرام الظلم اللي هم بيعملوه ده في الاهلي. يعني الاهلي بصراحه يعني هو الاهلي يعني هيلعب وهيلعب على البطوله وكل حاجه، بس ظلم انت لسه ظلمه من شهرين ثلاثه في كاس العالم للانديه، لسه ظلمه يعني، وظلم تاني دلوقتي وظلمته قبل كده، وبتظلمه بالحكام اللي انت بتجيبها في المباريات، وبتظلمه في كل حاجه، والاتحاد المصري نايم في غيبوبه مش بقول حاجه، ما يعني كانه مش موجود. تيجي تقول له كذا يقول لك اصل انا ما اعرفش ايه ايه يعني، ده فريق مصري الاهلي، ده فريق مصري مش فريق كده ولا كده. الاتحاد المصري يكون المفروض يتعامل مع الموقف بحسم شديد. لا الاهلي عمره ما هو، الناس بتقول لك ان الاهلي ممكن يعتذر عن وده صعب وبعيد عن الاهلي. الاهلي فريق كبير، الاهلي ملك افريقيا، الاهلي يعني هو ما فيش نادي في افريقيا كلها زيه، بل هو بينافس على المراكز العالميه والبطولات العالميه وكل حاجه، بينافس الفرق الاوروبيه وبينافس الفرق اللي هي اللي زي ليفربول وريال مدريد والعالم دي بينافس منها، وممكن يكون في احسن من فرق منهم كمان في البطولات والحاجات دي. الاهلي فريق بطولات يا جدعان، فلازما كلنا ندعم فريق الاهلي. الجمهور المصري او الجمهور الاهلاوي يسيبوا من الكلام اللي هو اللي بيحصل والحاجات دي، لا احنا ندعم فريقنا ونقف، خلينا ورا رئيس مجلس الاداره. اكيد الكابتن محمود الخطيب مش هيسكت، اكيد الكابتن محمود الخطيب دلوقتي بيتحرك في كذا اتجاه، اكيد ما مش ساكت، واكيد برضك تكلم الاتحاد المصري، واكيد الاتحاد المصري هيبدا يتحرك. فاحنا لازم نكون مع الاتحاد مع الفريق بتاعنا، ندعمه ونسنده ونفكر ازاي ان هو الفريق ده مثلا لو راح المغرب هنسنده ازاي، ندعم اللعيبه، ما نخليش اللعيبه مثلا دلوقتي تفقد، يعني ممكن اللعيبه ممكن دلوقتي باللي بيحصل دون تفقد تركيزها في الماتش، ان احنا كنا مركزين مثلا ان الماتش النهائي ده هيبقى مثلا في مكان فلاني، دلوقتي لا مش هيحصل مع اللعيبه بتاعت الاهلي. اللعيبه بتاعت الاهلي والله لو راحت اسرائيل هتلعب ولا يهمها اي حاجه خالص، وهتلعب على البطوله. الجمهور هيبقى صعب شويه بس ولا بيهمها، لو هيموتوا نفسهم بيلعبوا وان شاء الله يفوزوا، وان شاء الله ما فيش اي حاجه هتقف قدامهم خالص ان شاء الله. يعني احنا كل اللي بنطلبه من جمهور الاهلي والجمهور المصري عامه، سواء اهلي زمالك اسماعيلي، ان هم يدعموا الاهلي، ده فريق مصر يا جدعان، ودلوقتي كل الاتحاد الافريقي ضده، فلازم كلنا يبقى واقفين معاه وفي ظهره ونسنده ونسند اللعيبه، ويعني نكون وقت الشده موجودين. فما ينفعش ان احنا نقعد نقول كلام ملوش لازمه، نشتت تفكير اللعيبه، نشتت معرفش، نقول كلام مش كويس على النادي الاهلي ان هو ما بيتحركش ولا ان هو ساكت ولا لا. الاداره دلوقتي واداره الاهلي كلها دلوقتي كل واحد مسؤول عن حاجه، بتلاقيه بيتحرك في كذا اتجاه، يعني الاهلي تلاقيه دلوقتي بيتحرك في كذا اتجاه. فاحنا عايزين يعني احنا نقف مع الاهلي ونتكلم ان الاتحاد الافريقي دول يعني المفروض يغير من سياسته شويه، ان هو يعني ما يجيش على الـ على الـ على الفرق المصريه عامه. المفروض اصلا هو الملعب ده يتحدد من اول البطوله خالص في اي دوله، كانوا قايلين هم قايلين يعني من اول البطوله. لو هو دلوقتي قال لك لا هيبقى ذهاب وعوده
وفي المغرب. لا ما فيش ذهاب وعوده، بدل هيلعب في دوله. لا قال لك هيلعب ذهاب وعوده في المغرب، يعني هيبقى مثلا في مصر والنهائي هيبقى في المغرب. ماشي، لو في مثلا فريق زي الوداد في النهائي والاهلي، بس هيبقى عوده في المغرب ومصر. ايوه، طب ما لو هيلعب ماتش واحد هيلعبه في دوله ثانيه. طب ماشي، طب ما هو كده حرام. ليه؟ زي كده لما هو لو الاهلي والوداد هيلعب الاول في مصر ويلعب اللي هناك اخر ماتش هيبقى في المغرب، هيبقى حرام. ذهاب عوده. هيبقى ذهاب عوده، انما لو ارض محايده هيبقى ماتش واحد. ما انا فاهم، انا بقول لك زي الماتش السنغالي بتاع مصر، لعبنا هنا في مصر وكنا تمام معاكم مع اللعيبه وكنا تمام مع الناس هناك واحترمناهم، ورحنا هناك ما عرفناش نلعب كوره خالص. اي ماتش اصلا يكون فاصل كده المفروض يلعب ماتش واحد. اي ماتش يكون بطوله ملحق كاس عالم او كده، هو ماتش واحد مفيش ذهاب عوده. المفروض ده يعني المفروض زي الدول الاوروبيه بيلعبوا الماتش اللي هو اللي كده بيبقى بيلعبوا في ارض محايده، زي مانشستر سيتي وليفربول والريال هيلعبوا في فرنسا. ايوه، كان قبل كده الماتش بتاع تشيلسي برضه مانشستر، وهم الاثنين من دوله واحده، ولعبوا في بقى في ارض من دوله واحده، ولعبوا في ارض في بلد ثانيه. ازاي احنا بقى نسكت عن كده؟ لا، احنا المفروض الاتحاد المصري يساند الاهلي ويكون في ظهر الاهلي ويتحرك، وزي ما اداره الاهلي بتتحرك هم يتحركوا معاهم ويساندوا ويساندوا المجلس الاداره بتاعت الاهلي، واحنا كجمهور يتطلب مننا او واجب علينا ان احنا نساند اللعيبه ونساند فريقنا ونكون ورا فريقنا في كل مكان، وما نتكلمش كلام مش كويس. لا، لازم نساند الجمهور، لازم نساند قصدي اللعيبه، ولازم نساند رئيس مجلس الاداره ونساند الاداره كلها ونكون في ظهره. وان شاء الله احنا قاعدين هنا اهو، وبقول لكم ان شاء الله البطوله اهلاويه، لو اتلعبت فين هتكون اهلاويه، وان شاء الله ربنا ما بيرضاش بالظلم. والظلم هو هم قبل كده ظلموا الاهلي كتير، بس الاهلي ربنا بينصره عشان هو مظلوم، لان الظلم طبعا زي ما هم بيقولوا الظلم ملوش رجلين. الظلم ربنا ما بيرضاش بالظلم، فمهما يظلموا هو الاهلي ان شاء الله ربنا لا ينصره. ان شاء الله هنعديه باذن الله، هنعديه يعني 90% ان شاء الله هنعديه ان شاء الله، وهنوصل للنهائي. وان شاء الله ربنا ما بيرضاش بالظلم زي ما احنا قلنا، والاهلي ان شاء الله ياخد البطوله. لو كل الناس دي كلها، لو كل العالم كله اجتمعوا كده على ان هم يظلموا الاهلي، في الاكبر منهم هو الله. وان شاء الله الاهلي منصور، وان شاء الله الاهلي فريق كبير، وهو ملك افريقيا، وهو ان شاء الله بطل 11. وده يعني الواحد يتكلم الصراحه من كتر الخنقه اللي هو فيها. فان شاء الله زي ما احنا قلنا مطلوب مننا كلنا دعم فريق الاهلي. وفي الاخر ان شاء الله بنقول لكم ما تنسوش المسابقه اللي نوهنا عنها، المسابقه بالنسبه للمشتركين الجدد والمشتركين اللي هم معانا حاليين. المشتركين الجدد هيبقى شروط المسابقه معاهم اللي هو الاشتراك ولايك وكومنت على الفيديوهات. المشتركين الحاليين معانا ان هو يعلق بتاريخ انشاء القناه اللي هو 6/3/2022، وان شاء الله كل الناس هيبقى فايزه معانا. ويوم 15/5 هيبقى المسابقه انتهت معانا، وهنعلن في بث مباشر زي المسابقه اللي فاتت على القناه اثناء الفائزين. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.